محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات. صل على محمد وآل. أحسنت، رحم الله والديك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة حيث نحتفي فيها بذكرى مولد سيدتي نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليها السلام، وعليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية لابد من أيضا أن يعني نتشرف بحضور الشيخ سماحة الشيخ حسن التريكي الذي عاد من سفرة استمرت بضعة أسابيع، وشعرنا بالوحشة في غيابه. الآن هو إن شاء الله من الأسبوع المقبل يصعد المنبر و إن شاء الله من الأسبوع المقبل يبدأ أعماله، وأسبوع الجاي بعد قريب ما بيتزوج، وقريب أحد أقربائه سيتزوج وما بيحضر. ما يريد يجي يعني، خلاص. رحم الله الشيخ، رحمه الله، لقد كان رجلا تقيا. نرحب أيضا بالإخوة والأخوات على الزوم وعلى اليوتيوب، هناك حوالي تقريبا 30 أو أكثر على المنصتين، وبالإضافة للإخوة والأخوات هنا. ذكرى مولد ميلاد السيدة الزهراء مناسبة لفتح ملفات عديدة، لكننا هذه الليلة ارتئينا أن نقرأ، نتوقف عند كتاب متميز تحدث عن السيدة فاطمة الزهراء بأسلوب خاص، يعني مختلف عن الطرح التقليدي أو الطرح التاريخي أو الطرح السرد الذي عرفناه وألفناه من خلال المنابر ومن خلال بعض الخطباء. الدكتور علي شريعتي الذي توفي في لندن في العام 77 كتب عدة كتب، وله نظراته الخاصة وطريقته الخاصة به في النظر للقضايا الإسلامية وللإسلام وللدين. ولفت نظرنا كتابه حول فاطمة الزهراء بعنوان فاطمة هي فاطمة، قرأناه في شبابنا، ولكن أردنا أن نتحدث في ذكرى مولدها الأغر عن هذا الكتاب. ووفقنا الله لأن نعثر على أخت كانت مهتمة بالكتاب، ليست فقط مهتمة بل أنها ترجمت الكتاب من الفارسية إلى العربية عندما كان عمرها 18 عاما، 18 سنة، وهي ترجمت الكتاب في سنة 90، ويعني تأثرت به ولم تقرأه من ذلك الوقت، لكنها الآن قبل قليل كانت تخبرني أنها تفاعلت معه كثيرا بالرغم أنها قرأته وترجمته، ومعناها أنها قرأته 10 مرات من قبل، لكنها الآن بعد أن قرأته للتحضير لهذه الليلة تأثرت مجددا به. الأخت التي نتحدث عنها هي السيدة هاجر القحطاني، أخت عزيزة وكريمة، كاتبة وباحثة، وهي المديرة التنفيذية أو المدير التنفيذي للمنبر الدولي للحوار الإسلامي، وشاركت في تأسيس الرابطة العربية للتربويين التنويريين في عمان، وهي عضو مجلس أمنائها، وأيضا هي عضو في هيئة تحرير مجلة التنويري، ولديها ماجستير في التنمية الدولية.
الأخت هاجر تفضلت مشكورة بالموافقة وقالت أنها تتشرف بالحديث عن السيد الزهراء عليه السلام. ولذلك سنقضي روما 40 دقيقة أو ما شابه أو أكثر أو أقل حول هذا الموضوع. وأنا شخصيا يعني تأثرت كثيرا من كتابات دكتور علي شريعتي، وكنا قد تأثرنا كثيرا عندما سرنا في جنازته عندما توفي هنا في ذلك العام، حيث في أنهيت امتحانات نهائية لشهادة البكالوريوس في شهر 6/77، وسرنا في جنازته. جنازة كانت حزينة جدا وفي أجواء تماما تختلف عن الأجواء التي نعيشها الآن، حيث كانت إيران آنذاك تحت حكم الشاه. فتأثرنا كثيرا بوفاته وقرأنا كتبه. الآن نعيش تلك الذكريات مجددا على لسان الأخت هاجر التي ترجمت ذلك الكتاب القيم، وسنسمع رواية مختلفة سردا آخر لحياة الزهراء عليه السلام. فندعو الأخت السيدة هاجر التفضل للمنصة ونستقبلها بالصلاة على محمد وآل محمد. لدينا هناك أيضا فقرة، تفضلي، قصيدة للأخت الشاعرة المحترمة السيدة سحر الخفاجي، وأيضا هناك نشيد مسجل لبعض الأطفال بالمناسبة، لكي نعيش بهجة المناسبة ضمن ما هو متاح لنا من إمكانات. ففي البداية الأخت السيدة هاجر تتفضل مشكورة بإلقاء حديثها. طيب شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإخواني الأكارم، وشكرا على حضور هذه الأمسية، وإن شاء الله تكون أمسية مميزة. طبعا أنا كنت أستمع للدكتور الشهابي وكان بودي ألا يتوقف بالحقيقة، لأنه الدكتور الشهابي أكيد طبعا يعني مواكبته للأحداث اللي دارت بالسنوات التي كتب بها هذا الكتاب أو ألقيت بها هذه المحاضرات هي مواكبة حية وحقيقية. ويمكن لأول مرة تصير فرصة أنه أنا أسمع، رغم أنه أعرف الدكتور سعيد من 2007، أنه هو مشى في جنازة المرحوم الدكتور علي شريعتي في لندن في 1977. طبعا هو توفي في ساوثهامبتون، وكان بودي أن أسمع أكثر، لكن إن شاء الله تكون فرصة أخرى. أنا طبعاً تعرفت على الدكتور علي شريعتي عندما كنت أدرس الإعدادية في إيران، وطبعاً بروح الشباب تأثرت بأفكاره وتأثرت بعاطفته الحقيقة وتأثرت بلغته بالكتابة. وكان عندي هواية بالثانوية، كنت أترجم الشعر الفارسي للعربية، وترجمت عدة كتب الواقع لمؤسسات بلا جانب دراستي، ونسيت هذا الكتاب، ترجمته ونسيته، يعني لأنه معظم الكتب يمكن كلها باستثناء هذا الكتاب نشرت بدون اسمي، يعني نشرت مترجمة لكن بدون اسمي، وما كان الاتفاق تنشر باسمي. أنا كنت يعني طالبة وتلميذة ولم يكن هذا مهما بالنسبة لي، لكني فرحت جدا بعد مضي كل هذه السنوات عندما اكتشفت أن كتاب فاطمة، هي فاطمة بالتحديد، نشر باسمي، يعني نشرت الترجمة باسمي. وأنا الواقع من هذا المنبر أشكر دار الأمير يمكن في لبنان التي نشرت الكتاب في 2001 ونشرته مرة أخرى، نشرت ترجمة باسمي. طبعا أكيد بعد أن قرأتها بعد هذه السنوات، يعني أكيد الترجمة بحاجة إلى تحرير. الواقع الأخطاء قليلة يعني يجب أن أقول، وأنا كنت أمينة لقدر يعني في قدر كبير لروح ولغة علي شريعتي، وأيضا للغة المحاضرة قدر الإمكان،
لكن هنالك الكثير من الأخطاء الإملائية التي بطبيعة الحال تحتاج إلى مراجعة، والكثير من الأخطاء المطبعية. فأتمنى لو تسنح الفرصة لمراجعة هذه الترجمة وربما يحدث ذلك. على كل حال أشكر الدكتور سعيد الشهابي الذي أعطاني هذه الفرصة وأقنعني بالحديث، لأنه رجعتني لهذا الكتاب القيم، الكتاب الصغير، وأيضا تعطيني الفرصة أنه أتحدث عن السيدة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وفي ضوء ربما مختلف. طبعا السيدة الزهراء عليه السلام هي إحدى أهم أربع سيدات في التاريخ، هي بنت محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعليها أفضل السلام، هي أم أبيها وهي بهجة قلبه. والحديث عنها طبعا يطول، ولا يمكن أن أدعي أنني سأغطي شيء الكثير في هذه الأمسية. الواقع أنني سأوزع هذه الأمسية على ثلاثة محاور أساسية باختصار شديد. المحور الأول هو بعض الملاحظات والإثارات عن حضور السيدة الزهراء عليها السلام في حياتنا، وفي حياتنا نحن النساء المسلمات بالتحديد، عن صورتها، بعض الملاحظات التي أشترك فيها طبعا مع الكاتب الدكتور علي شريعتي. المحور الثاني سأتكلم قليلا عن الدكتور علي شريعتي من زاوية القرن 21 من عام 2023، وأخيرا طبعا أتكلم عن الكتاب نفسه، وسأقرأ عليكم بعض من مقتطفات من هذا الكتاب حتى تشاركونا يعني روح الكتاب وروح علي شريعتي في كتابته أو في محاضرته عن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. إذن مؤخرا أحصيت على الإنترنت أكثر من 150 كتابا عن السيدة الزهراء من كتب الأقدمين والمعاصرين، ولا أشك أن ما مكتوب عنها وكتب عنها أكثر من ذلك بكثير، لكن هذا على الأقل ما استطعت أنا إحصاه. ثم سألت نفسي، وأنا التي نشأت في بيت موال، والمفروض أن نموذج الزهراء عليه السلام أشد حضورا في حياتي من أي امرأة أخرى من التاريخ، سألت نفسي ما هو شكل هذا الحضور الذي لم أختره، كما مثلا اخترت حضور عالمات وأديبات عالميات تأثرت بهن في حياتي. كيف انعكست صورة فاطمة الزهراء في المخيال الجمعي الذي نشأت فيه علي وعلى سلوكي وعلى خياراتي في الحياة كامرأة مسلمة؟ وهنا بالواقع سأشارككم بعض هذه الملاحظات عن هذه الصورة. أولاً أستطيع أن أقول أن حضور الزهراء عليها السلام في حياتنا يمكن وصفه بالشيوع الغامض، ففاطمة حاضرة مثل ملمح ثابت على وجه العالم المسلم منذ قرون، طبعاً في كل عائلة أينما وجد مسلمون على امتداد جغرافياهم ثم فاطمة أو زهراء أو بتول، أينما ذكر علي بن أبي طالب وهو أحد اثنين قام عليهما هذا الدين العظيم، ما لأمها طبعا وسيف زوجها، ذكرت فاطمة. حيثما ذكر الحسين الشهيد وهو الغني عن الوصف كان ابن فاطم، بل ما هو الوجه البشري للإسلام دون فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها؟ فإذا حضور فاطمة في حياتنا وتفكيرنا ورؤيتنا للعالم وأنفسنا في حضارتنا وثقافتنا في طقوسنا هو أقرب للحضور البديهي والعميق والراسخ، لكنه في نفس الوقت هو حضور محير وإلى حد ما مثير وحساس، ربما يبدو مثل جرح خفي نخاف من كشفه أو لمسه خشية أن يتسع، نذكر اسمها ثم نسكت عن سيرتها. حاصرنا فاطمة الإنسان
فاطمة السيرة وفاطمة القدوة وفاطمة النموذج في صراع سياسي ضيق ذهب أوانه، واستخدمنا فاطمة الاسم في معاركنا وسردياتنا الناقصة عن العالم والإسلام والتاريخ، طبعا كل من بحسبه. صادرنا عمرها الثري على رغم قصره طبعا بستة أشهر، هي الفترة التي عاشتها بعد وفاة أبيها نبي الإسلام العظيم. لكن فعلا لماذا فاتنا استكشاف فاطمة العالمية رغم أن أباها خرج من محليته إلى العالمية، وكذلك زوجها وابنها وأحفادها؟ لماذا حبسناها في خربة الأحزان وصيرناها عنوانا للغضب والانكسار، بل جعلها البعض منا حائط مبكى يخلص فيه كآبته وخوفه من الحياة وكرهه للناس؟ هل هذه هي موجة قلب رسول الله؟ هل هذه هي نطفة النور وحبيبة علي بن أبي طالب؟ هل كان بيتهما بيت علي وفاطمة حفرة ظلام أم روضة نعيم؟ فإن كان روضة نعيم، لماذا لا نرى نور ذلك البيت يثقب حجب التاريخ ويسافر إلينا؟ لماذا لا نراه يلهمنا حب الحياة والعمل؟ لماذا لا نراه يذيقنا حلاوة الإيمان ويرينا كيف نعيش أيامنا المعدودة على الأرض بيقين وتفاؤل وامتنان لنعم الله؟ لماذا لا تبهرنا الحياة الطيبة التي وعد الله بها المؤمنين في القرآن؟ تأتينا مفصلة في كتب التاريخ عن من أجدر من نالها، فاطمة وعلي، مثلما وصلتنا طبعا تفاصيل غضبها ولومها وعتبها وحزنها وانكسارها. من منا نحن النساء خاصة يريد أن تكون قدوته أو قدوته امرأة غامضة حزينة كثيرة كارهة للحياة طالبة للموت كما رسمت صورتها أو صورتها تلك الأشهر الستة من حياتها؟ لماذا لا نرى فاطمة إلا على أسنة رماح المغالين يزرعون بها الفتنة هنا وهناك ويخلصون بها أضغانهم من التاريخ؟ أين هي الابنة البارة؟ ما هي مواصفاتها؟ ما هو نموذجها؟ أين هي الزوجة الشريكة؟ ما هي مواصفاتها؟ ما هو نموذجها؟ أين هي سيدة الأمة الكريمة الناضجة الحاضرة في أحداثها؟ ما هو نموذجها؟ أين هي فاطمة المرأة؟ فاطمة السيدة؟ فاطمة الأم؟ أين هي 21 أو 28 أو 25 سنة من حياتها على اختلاف الروايات؟ وطبعا هذه تجربتي الشخصية، أنا أقول أو أنا قارئة جيدة، يعني أنا أقرأ بالتاريخ وأقرأ يعني أقرأ الحديث وأقرأ القديم، وأنا بنت عائلة مهتمة بتاريخ المسلمين. لماذا لا تنعكس علي صورة غير هذه الصورة القاتمة؟ أين الخلل؟ طبعا دكتور علي شريعتي يفصل في هذا المعنى في كتابه، وسأقرأ كما قلت عليكم بعضا من هذه النصوص. لكن ومع ذلك، مع أنه يفصل ويطرح نفس السؤال، يختم الدكتور علي شريعتي كتابه الذي هو موضوعنا اليوم بما أعتبره أنا أصدق تعبير عن حيرتنا في حضور فاطمة العميق والمبهم، حضور هذه السيدة التي توفيت دون 30 من عمرها لكنها تركت أثرا واسعا وخالدا على مسار التاريخ. أنا أظن أن نثأرها سيبقى ما بقي القرآن على الأرض. فبعد مئات من الصفحات في التقديم لأطروحته عن الزهراء، يختم الدكتور علي شريعتي كتابه بعبارات لا تصف هذا النموذج، ويتركنا برأيي من حيث بدأنا بالسؤال نفسه، نفس الأسئلة اللي أنا سألتها: من هي فعلا فاطمة الزهراء من منظور عصرنا؟ وقبل أن أذكر كيف يختم علي شريعتي كتابه، أود أن أسترسل وأقول: قد يسأل أحدكم أو أحدهم، ولماذا نحتاج لمعرفة نموذج الزهراء كامرأة وكسيدة وكأم؟
لماذا لا نترك الزهراء تستريح في صورتها ابنة لرسول عظيم وزوجة لوصيه وأما لأئمة كبار طبعوا تاريخ دين عالمي ببصمتهم التي لا تمحى؟ والحقيقة هذه الملاحظة أنا سمعتها من يعني كثيرين يقولون ألا يكفي أن تكون ابنة النبي؟ ألا يكفي أن تكون أم الحسنين؟ ألا يكفي أن تكون زوجة علي؟ ربما من منظور امرأة مسلمة بالقرن 21 تبحث عن نموذج للمرأة المسلمة، لا يكفي بصراحة، لا يكفي أن تكون مضافة إلى رجل عظيم مثل محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هي فاطمة الزهراء كان لها وجودها، وكان الرسول دائما ما يؤكد هذا الوجود وهذا الحضور. ثم أقول لكم لماذا نحتاج إلى معرفة الزهراء أكثر. في كل نسق معرفي ونظام مجتمعي ينشد الأفراد نموذجا يعرفهم على حدود هذا النسق، مثل منظومة السلوك المقبول وغير المقبول داخل هذا النسق. لماذا؟ حتى ينتمي الفرد بشكل بناء لهذا النسق ويسهم في تنميته. ودون دخول في تفاصيل علم الاجتماع، نعرف جيدا ضرورة الانتماء لنمو الفرد وتحققه الذاتي. وبما أن الإسلام هو نسق سلوكي طبعا بأحد أبعاده، يصبح من الضروري وجود نماذج عليا تمثل القيم العليا لهذا النسق، يقيس أفراده اختياراتهم عليه. طبعا لا أعني بالتأكيد المحاكاة العمياء أو التماثل الكامل، هذا غير ممكن وغير ضروري وأيضا ضار. بالعكس، أنا أشجع الفرادة والأصالة والصدق في التعبير عن الذات. لكن كما قلت، فإن الانتماء إلى نسق معرفي ونظام مجتمعي معين أيضا ضرورة، وهنا تتجلى أهمية المثال والنموذج والقدوة، حيث يتحرك الفرد ضمن أطر معرفة إلى حد ما، ما يسمح بالتراكم والتطوير. وكلما ازداد تكثيف هذه الأطر العليا، كلما اتسعت فرص التنويع والتفصيل والتطوير. وهذا الأمر يصبح على أهمية قصوى حين يتعلق الأمر بالمرأة بحكم الوضع الخاص لها في التاريخ والمجتمعات، ولنخوض في ذلك أيضا وأكتفي بالإشارة. من هنا تنبع أهمية دراسة نموذج فاطمة الزهراء في القرن 21 من منظور المرأة المنتمية إلى النسق المعرفي والسلوكي للإسلام، الذي تنوع بعد ذلك، يعني بعد صدر الإسلام، ثقافيا ومذهبيا بشكل مذهل ورائع. ما يزيد تعقيد الأمر، يعني تعقيد النموذج، وأيضا ما يعزز أهمية نموذج الزهراء، لأنه ربما نموذج المرأة الأكثر تكثيفا للقيم الأصيلة الرئيسة. كيف ذلك؟ طبعا دون تفاصيل ثقافية ومتراكمة ومفصلة. المثير أن عمر الزهراء القصير عليها أفضل الصلاة والسلام وبساطة الحياة في الجزيرة العربية شكل بنظري طبعا عاملا جوهريا في صلاحية نموذجها، أو في صلاحية أن تكون نموذجا، لأن هذا التكثيف، يعني هذه البساطة، أعطيا الفرصة للأطر العامة للسلوك أنت يعني على مستوى المفاهيم أن تتبلور دون طبقات معقدة من التبعات الثقافية ومن أطوار الحياة المتعددة، كما لو كانت عاشت 80 عاما مثلا، أو كما لو كانت ابنة حضارة مركبة مثل الحضارة الفارسية المجاورة. أي يمكن القول أن نموذج الزهراء يمكن أن يدرس على مستوى المفاهيم والأطر الكلية، يعني يوفر هذه الفرصة، لأن حياتها قصيرة وتجربة مكثفة جدا بحكم نشأتها في بيت الوحي. أما التفاصيل والتنويع طبعا يترك لكل ثقافة ولكل عصر، وهذا ديدا كل صيرورة مجتمعية. فلذلك أنا أترك الزهراء عليه السلام في هذا الموقع المهم
من تكوين وعي عميق وأصيل بالإسلام وقيمه ومنظومته ونسقه المعرفي والقيمي. وأظن أننا إلى اليوم لم نكتشف هذا النموذج، نموذج الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، لأنه بالواقع أنا تكلمت عن فكرة النموذج، لأنه الكتاب هو بالحقيقة محاولة من الدكتور علي شريعتي لتبين هذا النموذج. وعلي شريعتي يطرح فاطمة الزهراء نموذجا للمرأة المسلمة في القرن العشرين، اللي طبعا فترة كتابة الكتاب. ولذلك أنا أشرت لأهمية كون الزهراء نموذج وصلاحية كونها أيضا نموذج. طبعا وكما أشرت يعني طبعا على خلاف الصورة الشائعة. إذن ماذا قال دكتور علي شريعتي في ختام كتابه بعد أطروحته الطويلة؟ قال في الصفحة الأخيرة، صفحة 240: إذن أردت أن أقول فاطمة هي بنت محمد، وجدت أنها ليست فاطمة. أردت أن أقول فاطمة هي زوجة علي، وجدت أنها ليست فاطمة. أردت أن أقول فاطمة هي أم الحسنين، وجدت أنها ليست فاطمة. وأردت أن أقول فاطمة هي أم زينب، وجدت أنها أيضا ليست فاطمة. كلا، فهذه كلها هي وليست هي كلها، ففاطمة هي فاطمة. طبعا هذه كلمات دكتور علي شريعتي بعد 240 صفحة ملحمية في التقديم لفاطمة الزهراء من منظور القرن العشرين. وبصراحة أنا رأيي أظن أنه كما قال العرب: فسر الماء بعد الجهد بالماء. يعني في نهاية الأمر بقت فاطمة هي فاطمة، بقى مفهوم صلب غير قابل للاختراق. لأنه اللي يقرأ الكتاب بعد التقديم المطول للدكتور علي شريعتي يقول: إذن فما هو نموذج فاطمة في مقابل النماذج التي ذكرتها؟ ثم نعود لقصة فاطمة عليه السلام التي نعرفها. فهذا المحور الأول، وهو الحديث عن صاحبة المناسبة السيدة فاطمة الزهراء بهذه الإشارات. الآن حتى ما أطول نتحدث عن لمحة عن الدكتور علي شريعتي. أنا طبعا كنت محضرة هيك يعني سلايدات حتى بس نغني يعني بالصورة نغني عن الكلام، بس لا بأس بذلك. والدكتور سعيد أشار إلى من هو علي شريعتي. علي شريعتي طبعا قامة كبيرة بتاريخ المسلمين المعاصرين، رجل ثوري ومفكر مهم جدا ما زلنا نتعرف عليه. ولد في نواحي سبزوار في الشمال الشرقي لإيران، قريب من مدينة مشهد، لعائلة دينية، وتفتحت مداركه العلمية والسياسية مبكرا جدا. وطبعا كمل دراسة في جامعة مشهد، ثم انتقل إلى السوربون. هنالك عدة روايات عن دراسته، ثم من يقول الشائع أنه لديه دكتوراه بعلم الاجتماع أو علم اجتماع الأديان. وهنالك رواية أيضا يعني موثوقة تقول أنه بالواقع الدكتوراه التي حصل عليها هي ليست في علم الاجتماع الديني، إنما هي في تاريخ الإسلام بالعصور الوسطى عن رسالة في فضاء البلخ. لكن يعني هذه كلها موجودة، يعني هذه المعلومات على الإنترنت. والدكتور علي شريعتي توفي في 1977، ولد في 1933، وتوفي في ساوثهامبتون بعد فترة قصيرة من وصوله إلى لندن بعد معاناة ومطاردة من قبل النظام الشاه هناك. دكتور علي شريعتي طبعا كان ناشطا في حسينية الإرشاد، معروف عن المحاضرات التي كان يحضرها الآلاف من الشباب، وكان محاضرا بارعا ألهب حماس الآلاف من الشباب الإيراني في السبعينات قبل الثورة، وكان صوتا مدويا ضد التغرب غرب زادقي يعني باللغة الفارسية، الذي يسلب المسلمين ذاتهم، وضد التحجر في نفس الوقت، وقوى التقليد والمحافظة التي كان يسميها القوى الرجعية. ورغم أن وفاته حصلت قبل الثورة الإسلامية، لكن يعزو له الكثيرون دوره في تقوية زخم الثورة ضد الشاه
وتقوية التوجه الديني للثورة. أنتم تعرفون تاريخ الثورة الإيرانية ليس لم يكن فقط بتوجه ديني، لكن يعني يعزى للدكتور علي شريعتي تقوية التوجه الديني للثورة، الذي طبعا بعد ذلك في بعدها بعدة سنوات تكلل بنجاح ثورة السيد الخميني وتأسيس الجمهورية الإسلامية، طبعا مع ملاحظة اختلافات جوهرية في طرح وتفكير علي شريعتي عن الفكر الذي ساد بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية، لكن هذا ليس مجاله هنا. أيضا هنالك ملاحظة نقدية سريعة عن دكتور شريعتي، وهي أنه لابد من قراءته من عدسة عصره. الدكتور علي شريعتي كان ابن عصره، ابن الربع الأخير من القرن العشرين أو بدايات الربع الأخير، طبعا بدايات السبعينات، وقرأ الإسلام من منظور روح عصره، وبالتحديد من منظور الثورة وقيم اليسار العالمي. وبصراحة يمكن لأي قارئ مطلع أن يحس بحضور شخصيات مثل تشي جيفارا وفرانس فانن في الروح الملهمة لعلي شريعتي في كتاباته. وقد أخذ عليه البعض حصره للإسلام في زاوية الفعل الثوري، وأن الإسلام أشمل وأعمق، كما انتقده البعض لتبسيط المفاهيم المعقدة في نشأة المجتمعات وصيرورتها واستخدامها في خطاباته الثورية الملهمة الموجهة إلى طبعا الشباب في عصره. لكن الدكتور علي شريعتي يبقى جديرا جدا بالقراءة والتعرف على مشروعه، وبصراحة عاطفته الأخاذة تجاه الإسلام والمسلمين وتجاه نهضتهم عاطفة معدية ومحمسة وملهمة. وعلى الرغم من ضرورة قراءته من عدسة عصره، لكن أظن أنه يجب أن لا تفوتنا قراءته في سياق صيرورة تفكير المسلمين في هويتهم وقضاياهم وموقعهم في العالم الحديث. وقطعاً أظن أن من غير المنطقي ومن غير المنصف إهمال الحلقة بالغة الحيوية التي مثلها الدكتور علي شريعتي في سلسلة رواد النهضة، نهضة المسلمين طبعاً في القرن العشرين. طبعاً يتميز الدكتور علي شريعتي أنه لم يحصر نفسه في التخندق الطائفي ولا القومي، وطرح نفسه طرحا إسلاميا عابرا لهذه الخنادق. هذه طبعا هذه الملاحظات السريعة عن الدكتور علي شريعتي. الآن أنتقل إلى الكتاب، وهي المحور الثالث، وأعطي بس فقط مقدمة أيضا مختصرة. طبعا الكتاب هو عبارة عن محاضرات ألقاها الدكتور علي شريعتي كما قلت يمكن سنة 1970-71 في حسينية الإرشاد في طهران. ولمن لا يعرف حسينية الإرشاد، هي كانت يعني مرة أخرى مثل يعني منبر شبابي قوي جدا، أثر كثيرا في مسار الثورة الإيرانية وفي التاريخ الإيراني الحديث. وطبعا هناك تفاصيل كثيرة عن حسينية الإرشاد على الإنترنت، تقدرون يعني تكتشفوها أو تتعرفون عليها. لكن هي حسينية الإرشاد هي التي وضعت علي شريعتي على خارطة التأثير، والواقع محاضراتها معظمها التي ألقيت في الحسينية تحولت إلى كتب. وكما حدثتكم عن قصة الترجمة، أنا الواقع ترجمت هذا الكتاب عندما كنت تلميذة بالإعدادية، وحاولت جاهدة، وكنت طبعا لأن بحكم الـ يعني التعايش كنت قريبة من روح اللغة الفارسية جدا، وحاولت قدر الإمكان أن أبقى أمينة على روحه وعلى يعني صوته. والواقع أدركت أن هذا يعني حقيقي، لأنه قرأت الكتاب كما قال دكتور سعيد، قرأته مؤخرا، والحقيقة استغربت كيف أنه أنا تأثرت باللغة، رغم أنه الآن عندي يعني ملاحظات نقدية كثيرة على الكتاب،
لكن قرأته في جلسة واحدة وتأثرت كما لو كانت ثمرة يعني طازجة، خلينا نقول خرجت الآن من التنور. فايش قد يعني لغته قوية، وايش قد إيمانه صادق، وايش قد عاطفته الدينية الحقيقية وقوية هذا الرجل. مرة أخرى رغم كل يعني ما يمكن أن يقال عن، خلينا نقول يعني ربما اختزاله لتاريخ الإسلام أو نظرته للإسلام بعدسة عصره وبالتحديد عدسة الثورة، يعني أكثر من أي شيء ثاني، ونحن نعرف هذه عدسة واحدة فقط. إذن يعتبر هذا الكتاب الصغير هو أطروحة للدكتور شريعتي في تقديم السيدة فاطمة الزهراء نموذجا للمرأة المسلمة في القرن العشرين. يقدم هذا النموذج بين نموذجين يفصل فيهما، يعني هو يفصل في هذا الكتاب بنموذجين عن المرأة بالقرن العشرين. النموذج الأول هو المرأة المتغربة، وطبعا هو يميز بين نوعين من المرأة الغربية حتى يعني ليس الظلم إلى، هو يتحدث عن أنه هنالك بالغرب نوعان من النساء على الأقل، نوع العامل المتعلم المتحضر الشريك الجاد، والنوع الآخر هو ما يسمي بنوع فتيات الليل. ويقول علي شريعتي أن النوع الذي روج له في المنطقة المسلمة وبلاد المسلمين بشكل مقصود طبعا من وجهة نظره هو نوع المرأة، نوع فتيات الليل، يعني رادوا هذا النموذج ينتشر كنموذج للمرأة الحديثة في المجتمعات المسلمة، هذا حسب الدكتور علي شريعتي. النموذج الثاني الذي يفصل فيه أيضا هو ما يسميه نموذج المرأة التقليدية، وسأقرأ عليكم بعض المقتطفات كيف ينظر لهذا. اللي هي المرأة التقليدية التي تقاوم التغيير وتقاوم العصر، والمرأة التي المحبوسة في التاريخ في منطقتنا. وطبعا هو يقول أنه لا هذه المرأة مناسبة لهذا العصر ولا تلك المرأة، ويبحث مثل ما نبحث نحن عن نموذج للمرأة المسلمة في القرن العشرين كان. وطبعا مرة أخرى كتاب هذا هو أطروحة في تقديم الزهراء عليه السلام كنموذج لهذه المرأة. وهذا الكتاب الصغير في الواقع معظمه عن جدليات الدكتور علي شريعتي في التغيير الاجتماعي، حيث يقسم مناهج التغيير الاجتماعي إلى ثلاثة رئيسية، ويضيف لها منهج رابع يقول أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام محمد طبعا قد اتبع منهج القرآن في هذا، ويسميه المنهج الرابع. ويقول يفصل في المنهج الرابع ويقول أمام ثلاث مناهج في التغيير الاجتماعي، طبعا واحدة منها التراكمي، واحدة منها الثوري، واحدة منها المحافظ. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتبع منهج القرآن وهو الاحتفاظ بالشكل مع تثوير المضمون، هذا طبعا حسب الدكتور علي شريعتي، وطبعا أكيد كله قابل للنقاش. ويضرب مثالا على ذلك عادة مثلا الاغتسال عند العرب الذي كان عادة عربية مضمونها التخلص من الاغتسال من الجنابة، طبعا الذي كان عادة عربية مضمونها التخلص من الشياطين، لكن جاء الرسول وحافظ عليها وخلصها من مضمونها الخرافي. طبعا يضرب مثال آخر عن هذا المنهج وهو الحج، ويقول أن الحج كان عادة عربية وأن الرسول عليه الصلاة والسلام غير المضمون. هو يقول في الكتاب أن ولو أن هذا المثال مثال مثير للجدل، لأن طبعا إحنا نعرف أنه الحج هو فريضة وغير ذلك، لكن هذا باختصار نماذج على المنهج الرابع للتغيير الاجتماعي الذي يتحدث عنه في هذا الكتاب. إذن بعد أن يتحدث الدكتور علي شريعتي بتفصيل عن رؤيته لتحديث المجتمع المسلم خاصة من زاوية تحديث وضع المرأة المسلمة، يقترح السيدة فاطمة الزهراء نموذجا للمرأة المسلمة في القرن العشرين. وكما قلت المشكلة أنه لا يقدم النموذج بشكل موضوعي أو علمي، يعود مرة أخرى
الدكتور علي شريعتي إلى ما اعتدنا عليه من صورة لفاطمة الزهراء. والواقع أن الجزء المتعلق بفاطمة الزهراء في هذا الكتاب هو معلقة جميلة، معلقة بالمعنى المعلقات الشعر، عاطفية عن فاطمة الزهراء طفلة والمرأة، ومؤثرة جدا الحقيقة. وهذه المعلقة تنبض بعاطفة دينية عميقة وحية مؤثرة مرة أخرى، حتى أن عيني دمعتا حين راجعت الكتاب مؤخرا رغم أنه مترجم وأن النص العربي لي. لكن للإنصاف فإن صدق مشاعر الدكتور علي شريعتي وصرخته المدوية حينها ضد الاستلاب الحضاري للمسلمين لا يمكن إلا أن يثمن وأن يمجد. وأنا أقول كما أن للعقل مجده وللطرح الموضوعي العلمي وظيفته وضرورته، أظن أن للعاطفة الدينية أيضا مجدها أو مجدها، ولو أنها طبعا العاطفة الدينية يجب أن تتنحى جانبا أحيانا لتمنحنا فرصة التعلم، لكن أظن أن أثرها في المجتمعات وفي الوجدان لا يمكن تجاوزه أو التقليل من شأنه. وأظن أن الدكتور علي شريعتي أحد أبرز النماذج، إن لم يكن أبرز نموذج لهذه العاطفة الدينية الواعية والصادقة التي ألهمت الآلاف من الشباب. وما زالت بصراحة أنا أعرف جيدا أن العديد من الشباب العرب الآن يكتشفون اللغة وروح الدكتور علي شريعتي. وأعتقد من غير الإنصاف مرة أخرى تجاوز دورة وأثرة ومدرسة أيضا في التفكير بالإسلام. إذن الكتاب هو سيرة وجدانية للسيدة الزهراء، وقد تجنب الدكتور شريعتي الوقوع في فخ التخندق الطائفي كما قلت، واكتفى بالإشارة إلى المعلومات المختلفة عن أحداث حياتها مثل ولادتها وزواجها ووفاتها، حتى أنه مثلا تبنى الرواية التي تقول أن فاطمة الزهراء كان لديها أخوات من السيدة خديجة، وهذه الرواية ليست ذات شعبية كثيرة لدى الشيعة مثلا، لكن هو تبناها في هذا الكتاب. ولكنه لم يعلق كثيرا، أي أنه يتبنى المعلومة فقط، ربما لا أعرف، لكن ربما كان يفكر أن الأهم هو البعد الإسلامي في الموضوع، وكان يريد لكتابه أن يقرأ بشكل أوسع. هذه ملاحظتي طبعا. لذلك فإن كتابه لا يعد مصدرا دقيقا عن أحداث حياة الزهراء عليه السلام، لكنه قراءة وجدانية من منظور فكر ثوري وضع فيها الدكتور علي شريعتي فاطمة الزهراء في قلب حركة مقاومة الظلم وقول لا في التاريخ الإسلامي كما سماها. وطبعا هو منظور مهم وابن عصره كما قلت، لكنه من وجهة نظري طبعا ليس كافيا لقراءة الزهراء ونموذجها، وقد يكون مخلا أحيانا ومانعا عن التعلم عن حياة امرأة بهذا الحضور كما قلت المكثف في الوجدان المسلم وفي صدر الرسالة، وإلى الآن لم نستكشف هذا النموذج بالنسبة لنا خاصة نحن المسلمات، كي نعرف كي تكون فعلا قدوة وأسوة لنا داخل النسق السلوكي على الأقل للمجتمع الإسلامي. طبعا مرة أخرى كل بحسبه وكل من عصره وثقافته. هذه باختصار شديد الثلاث ملاحظات الرئيسية اللي حبيت أشارككم إياها هذه الليلة. وأنا بالواقع مخططة أقرأ بعض من مقاطع الكتاب، لأن أظن أنه لن يعني تصل الفكرة عما قلته كافية بشكل كامل لم نقرأ بعض المقتطفات من الكتاب. رح أقرأ لكم حتى تكون يعني بعض الأفكار اللي قلتها مصداقها واضح أيضا. طبعا هو يشن هجوم الواقع قاسي على المرأة الإيرانية المتغربة في زمنه، وحتى أنه يذكر بعض المجلات مثلا الإيرانية اللي أنا أعرفها
اللي وقتها كانت يعني تعتبر مروجة للنموذج بتعبير المنحل للثقافة الغربية. لكن كل شيء يقرأ في زمنه تغيرت الأوضاع أكيد بعد الثورة. الطريف أنه يذكر قضية الحجاب، وطبعا عندما قرأت نصه عن الحجاب الحقيقة استحضرت بشكل تلقائي ما يحصل في إيران اليوم. يعني كيف يعني هو كان صادقا، وطبعا كل ما كانت الفكرة أصيلة وأكثر صدقا كل ما عاشت أطول من عمرها أو عمرك اعتبيها. إذن يقول في هذه الفقرة عن يقول: ولا نتذكر فاطمة إلا في اللحظة التي تكون فيها خلف باب بيتها ويكسر ظلها، ولا نتذكر من زينب إلا ساعة خروجها من الخيمة بعد استشهاد الحسين عليه السلام والذهاب نحوه، ولا نعرف عنها شيئا إلا ما قامت به من صباح عاشوراء حتى وقت الظهر، ثم نفقدها منذ عاشوراء حتى آخر يوم من حياتها، وتنتهي معرفتها، هو يقصد المرأة، بزينب في ذات الوقت الذي تكون رسالة زينب قد بدأت للتو، وهي وراثة الحسين. ذنب من إذا كان الشاب المثقف والفتاة المثقفة عندنا يحكمان على الدين بهذه الصورة، دين البكاء والنواح والعزاء والمصيبة بالعقم وعدم الفائدة؟ ماذا يغني هذا الشعب الأسير المتخلف المحتاج إلى الوعي والحرية؟ ماذا يغنيه كل حماسه وحبه وبكائه وعويله على الحسين وفاطمة وزينب؟ وإذا كان مثقفنا المتألم من انحطاط قومه والساعي لإيقاظ الشعب وتحريكه والعارف بمجتمعه جيدا لكنه لا يعرف التاريخ ولا يرى عقيدتنا في المدينة وبيت فاطمة ومكان استشهاد الحسين، بل يراها في حسينيات أصفهان وطهران ومشهد وقم، إذا كان هذا المثقف يهتف قائلا: ماذا يغني هذا المذهب الساخن والآلام القديمة واللعن التاريخي والحب والبغض المنتفي بانتفاء الموضوع؟ ماذا يغني المرأة المنحطة المحرومة الأمية عندنا والتي تطلب التحرر والأصالة، تطلب الإنسانية والاستنارة؟ ماذا يفيدها كل هذا إلا أن يحرف أفكارها عما يحدث إلى ما حدث في القرون البعيدة والأراضي الغريبة وبين الناس الأجانب، طبعا يقصد العرب، ويشغلها به، فلا تعرف الظلم ولا تشعر بقيد المجتمع على رقبتها، بل تثور من أجل ظلم حصل في أرض ما، وتغضب من أجل قيد فرضه خليفة ما في عصر ما على رقبة مريض ما، وتنفعل ثم تضرب على رأسها بالسيف وتضرب حتى يغمى عليها كي يرتاح ضميرها ويطمئن قلبها، فتمحى ذنوبها وتسقط كل المسؤوليات عن كتفها، فتخدع ميزان العدل الإلهي، وبالتالي إذا كانت ذنوبها بعدد نجوم السماوات وقيعان المحيطات ورمال الصحراء فسوف تبرأ منها بهذه العملية الجراحية البسيطة وتتغير هويتها تماما، فتصبح كيوم ولدتها أمها طاهرة نظيفة، وفوق هذا تكون صاحبة فضل. طبعا هو هنا يعني يتندر على الطرح اللي موجود في زمنه، وأيضا كأنما يذكر ما يقوله بين قوسين ما يسمون باللغة الفارسية روشن فكران، يعني المتنورون المثقفون في زمنه عن عن الثقافة الدينية. ثم يقول: إذا كان شعبنا يعتقد أن محض حب علي وولاية علي دون ما معرفة أو عمل له أثر كيميائي وخاصية حمضية تزيل كل السيئات والمنكرات وتبدلها إلى حسنات بحكم القرآن، وطبعا يشير إلى الآية: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وطبعا هو يعني يستنكر استخدام هذه الآية. يقول بعبارة أخرى: إذا كانت نفس ولاية علي وإمامته هذه والتي كانت لقرون عديدة ظهيرا لحركة العدالة والتحرر والروح النضالية، طبعا لاحظوا طبعا يعني صوت الثوري، وملهمة للشعب الواعي يقظ في حريته وتحرره وعزته واستقلاله وتكامله الاجتماعي والإنساني لا أثر لها الآن، وإذا كان قيمة وأثر اتباع علي وفاطمة والأئمة قد انتقلت من هذه الدنيا إلى الآخرة وأوكلوا نتائجها إلى ما بعد الموت، فمن المذنب في هذا يا ترى؟ من سيكون المذنب إذا لم تؤثر علاقة آبائنا بأهل البيت في حياتهم وفكرهم وعصرهم ومجتمعهم، وشاهد الأبناء هذه الحالة فقطعوا بالتالي كل ارتباط لهم بهذه العقيدة؟ هو طبعا
يتحدث عن يعني إشكالية عصرة وأزمة عصرة في كما قلت بين نموذجين، نموذج المتغرب والنموذج التقليدي، وطبعا يهاجم ما يسميهم القوى الرجعية أو التقليدية بالقسوة والتي تحرم الناس من ثمرة الإيمان الديني في تحويل وتطوير حياتهم. هو طبعا يستطرد كثيرا فمطول ليتكلم عن هذا الموضوع، أنا بس حبيت أنقل لكم واحدة من الإثارات اللي يثيرها بهذا الخصوص ولغة أيضا. هنالك أيضا هذا النص اللي لفت نظري، يقول طبعا أيضا يتحدث عن التحول، يقول من هذا القبيل وضع المرأة الذي يحاولون إبقاءها عليه بحجة أنه كان من السابق هكذا وبأنهم اعتادوا عليه ويقبلونه ومنطبق مع مصالحهم، مدعين أن الإسلام هو اللي يريد الذي يريد هذا وأن الدين وضع هذا الشكل ويجب أن يبقى هكذا إلى يوم القيامة. أما الدنيا فتتغير وحتى الرجل نفسه يتغير وابنه يتغير وتبقى المرأة في نفس القالب الذي يعجب الرجل، مدعين أن محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام خاتم الأنبياء هو الذي أراد للمرأة أن تكون بهذا الشكل وهذه الصفات. هو يقول هؤلاء أيضاً يدعون للضلال وما أشد الضرر في دعوتهم، ولكن أحداً لا يستمع إلى أقوالهم في زمننا لأن المتحول يعني التغير لا يمكن أن يوقفه أحد، ولأن المرأة تتغير بالإجبار أو الاختيار فالزمن يتحرك والمجتمع يفقد جلده بالتدريج فتتغير العادات والرسوم والتقاليد والأشكال، لأن الحقيقة تحيا كما يقول وأشكال الحقيقة أو الباطل هي التي تموت، وإذا أردنا أن نحتفظ بهذه الأشكال ببلاهة وسذاجة فسوف تدهسها قافلة الزمن المسرعة وتسحقها هي وما تحتويه، وما تحتويه هو الحقيقة. هذه دعوة فاشلة عقيمة لن يستمع لها لا الزمن ولا المجتمع ولا يمكنهم الاستماع إليها، ولكن إذا هم برروا التقاليد التي تموت والعادات التي تمر وتنقض بالدين فهم لن يستطيعوا حفظها بقوة الدين، لكنهم يظهرون بهذا العمل الدين على أنه ميت جامد خاص بالماضي فقط فيخسرون الدين مع التقاليد. إذا اعتبرنا الدين والتقاليد شيئا واحدا وصنعنا من الإسلام الذي لا يزول حارسا لأشكال الحياة والمجتمع الزائلة واشتبهنا به مع العقائد القومية والظواهر الحضارية والتاريخية، عندها سوف يخطئ الزمن الذي يجري ويجرف معه التقاليد والعادات وأشكال الحياة والعلاقات الاجتماعية والظواهر القومية والتاريخية والعلاقات الثقافية القديمة، سوف يخطئ فيجرف مع كل هذه الأشياء الدين والإسلام ويصلبهم جميعا على خشبة واحدة. والآن أفلا نحس بهذين الخطأين الكبيرين؟ أفليست لنا أعين فنبصر بها؟ يعني أنا الحقيقة أشوف هذا نص حي جدا، والآن يعني الآن ممكن هذا النص ينطبق على الذي يجري في العراق والذي يجري في إيران والذي يجري هنا. أنا الواقع كنت مخططة أقرأ أكثر لكن أعتقد رح أكتفي بهذا القدر، وأتمنى شجعتكم تقرؤون الكتاب، وأتمنى أيضا تعذرون الأخطاء الإملائية فيه لأنه أنا إذا كنت سأحرره الآن بطبيعة الحال سيكون كثير أنظف. شكرا لكم، شكرا دكتور سعيد الشهابي على هذه الفرصة، وإن شاء الله ما طولت، ويعني كانت رحلة خفيفة لكن إن شاء الله كانت يعني وافية في مع كتاب فاطمة. هي فاطمة أست بالتعبير الكاتب للدكتور علي شريعتي. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاجر على هذه الإطلالة السريعة على هذا الكتاب القيم الذي شجعتنا الأخت على إعادة قراءته، وكنا قد قرأناه عندما كنا شبابا في السبعينات، لكن إعادة قراءته أمر مفيد من المؤكد. أشكرها على أيضا تقديمها لمحة عن حياة الدكتور شريعتي، وأيضا ك
كيف أنه صور السيدة الزهراء عليه السلام أكثر بكثير مما هي في مخيلتنا. طبعا الكتاب أكيد هو أطول بكثير مما ذكرت الأخت، لكن النماذج التي قرأتها تعطينا لمحة عن منهج هذا الكتاب وتوجهه. أنا لا أريد أن أطيل لأن برنامجنا سينتهي بعد نص ساعة، وعندنا قصيدة وعندنا أيضا نشيد 5 دقائق بالمناسبة، لأن أيضا إحنا لازم يجب أن لا ننسى أننا في ذكرى مولد السيد الزهراء عليه السلام، وهي مناسبة ابتهاج. أظن أن نستطيع أن نعطي ربع ساعة حد أقصى، وإذا أردنا قد نكرر المناسبة مرة أخرى باستضافة الأخت هاجر حول هذا الموضوع أو حول موضوع شريعتي، لكن عندنا أكثر شيء ربع ساعة، لا لأن بعدين عندنا قصيدة غراء من الأخت الكريمة التي تفضلت علينا بموافقتها بإلقاء قصيدة الأخت سحر الخفاجي، وعندنا هذا المقطع. فإذا أنا شفت من اللي رفع يده هنا عباس، آسف، تفضل أستاذ عباس. السلام عليكم، نبارك لكم المولد، ذكر المولد. عليكم السلام ورحمة الله. أولا، من قال أن صورة السيدة الزهراء في التراث الإسلامي هي وراء الباب، وهي صورة قادمة، وهي صورة حزينة، وهي صورة تعطي قيمة للمرأة بالإضافة، يعني بنت محمد زوجة علي؟ من قال؟ مشكلتنا أننا إذا قرأنا لشريعتي لا نقرأ التراث، والتراث أن أفصل أنا هو روايات أهل البيت عليهم السلام الذي استفاد منه جلال الدين السيوطي مثلا وهو سني، فكتب كتاب الثغور الباسمة في مناقب فاطمة، وهو كتاب يتكلم بإشعاع عن مقامات السيدة الزهراء. ماذا يعرف شريعتي على السيدة الزهراء إذا قارناه بما تعرفه أسماء بنت عمير، بنت عميس؟ أسماء بنت عميس لها كلام طويل عن مناقب السيدة الزهراء وعن تعاليم السيدة الزهراء. ماذا يعرف شريعتي عن السيدة الزهراء إذا ما قارناه بما تعرفه أم سلمة؟ والأكثر من ذلك، روايات المعصومين 13 من النبي إلى آخر إلى الحجة في وصف السيدة الزهراء وفي تعاليمها وفي مقاماتها، الشيء الذي يعطينا صورة متكاملة عن المرأة في جميع جوانبها وليس في جانب واحد. فبالتالي من الظلم أن أقرأ لشريعتي ولا أقرأ تفسير البرهان، من الظلم أن أقرأ لشريعتي ولا أقرأ بحار الأنوار، وهكذا. ما بأطيل، ولكن يعني في القلب شجاع. أحسن، شكرا جزيلا على هالملاحظة. أكثر أنت ملاحظة سريعة. ملاحظة سريعة. ما تسجلي أحسن، سجلي شوي. يعني هو طلب مني قبل وبعدين شجع جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم وعليك يا فاطمة الزهراء. اسم فاطمة الزهراء يعني يدخل في نفس الإنسان نوع من القشعريرة، لأن الاسم مرتبط بالإسلام والنبوة والرسالة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها يعني تجلب اسمها يجلب حزن، لأن هي عاشت فترة بداية النبوة وحصار
مع الشعب أبي طالب وعذابات الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الفتوحات أو الحرب ضد الإسلام، وثم مصيبتها الأخيرة اللي هي في استشهاد ياسر الله عليه. فاطمة الزهراء بالعاطفة والعلم، الحداثة الموجودة حاليا تدرس كل شيء بما تراه بالحداثة اللي هو تبرير الأشياء وعلميتها. ونحن نبدأ بحبنا لأهل البيت بالعاطفة أولا، هذا ما تعلمناه من أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا. فاسم فاطمة الزهراء هو الحب العائلي وحب أهل البيت سلام الله عليهم. الحداثة تفسر الأشياء بطريقة يعني نحوية وعلمية، ولكن عاطفة جدا مهمة بذكر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ومظلومية فاطمة الزهراء يعني مظلومية كبيرة، لأنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. عندي معلومة، أنا كنت عايش في الإمارات، سووا إحصائية أسماء البنات والأولاد، الدرجة الأولى أعلى اسم كان في البنات هو فاطمة، وأعلى اسم في الرجال هو محمد، ومن ثم علي. في مجتمع مو يعني يعتبر مجتمع بدو أو سني، خلينا نسميه باسمه. فاسم فاطمة الزهراء اسم محبوب عند الجميع سلام الله عليها. فاحنا دائما نقتدي بفاطمة الزهراء، لأن أنا أرى في فاطمة الزهراء هي القديسة الطاهرة المؤمنة العابدة، كما أنظر إلى مريم عليه السلام. مريم عليه السلام يذكرها القرآن بوجودها بالمحراب، وأن الله سبحانه وتعالى من عليها بالمائدة ومحبة الكهان أو كانوا المعاصرين لها من الخط الديني. ففاطمة الزهراء القديسة سلام الله عليها هي رمز للعبادة والطهارة، وأيضا قدوة لنا جميعا وخاصة للنساء. والسلام عليكم. أحسن، جزاك الله خير. ناخذ آخر شيء عند جعفر والأستاذ صلاح. السلام على الزهراء، السلام على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يمكن احنا يمكن قراءاتنا تقليدية كثير يعني، وشاطر الأخ أبو كرار على ما تفضل به، ولكن الفقرة الأخيرة بالنسبة للحجاب وبالنسبة إلى رأي شريعتي، لو شوية تعطين نوع من ال يعني أكثر. تمام. ناخذ من عندك ملاحظة سريعة وبعدين نجيب الأخ. سأل الله أيامكم بمولد السيدة فاطمة الزهراء المولود عليه السلام. ذكر أستاذنا الأخ الإمام السيوطي، طبعا مو فضل الإمام السيوطي، كثير من المحدثين تكلموا عن مناقب فاطمة الزهراء، بس الإمام السيوطي أبدع في سرد مناقب وفضائل فاطمة الزهراء. العمدة في مناقب فاطمة الزهراء يتجلى ليس في الدنيا فقط، يتجلى في الآخرة أعظم، بقول الإمام السيوطي بالحديث الذي رواه في كتابه، وكذلك الإمام الرفاعي، وكذلك حتى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الطريقة القادرية في بغداد، وهو من كبار العرفاء في زمانه، ويحفظه السنة إمام أهل البيت والإمام الرفاعي كذلك. هذا الحديث الذي هو الذي هو فيه تجلي لمناقب وفضائل السيدة الطاهرة المطهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن كان يوم القيامة نادى مناد يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة. فهذا التجلي يعني إذا مثل ما قال أخويا جعفر إنه إحنا عندنا الرؤية التقليدية، أما الكتاب فرحمة الله على العلامة شريعتي اللي صور فاطمة الزهراء من وجهة نظر المفكر وليس من وجهة نظر الروايات الإمامية. أكيد هو قرأ الروايات الإمامية، ولكن المفكر يختلف في طرح الفكرة، يعني هذا الطرح المفكر شيء خاص به. أحسنت، جزاك الله خير. أستاذ صلاح بسرعة وبعدين الأخت هاجر تعلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر الأخت هاجر على اختيارها موضوع على شريعة هذا الرجل مظلوم حقيقة، اللي يقرأ تاريخ حياته، مفردات حياته، من كان شاب عمره 15 سنة في يعني مدينة مازندران يمكن سبزوار ومزين قريب مشهد في قريب مشهد ووالد العالم الجليل الكبير اللي أيضا يذكر يعني الرجل علي شريعتي يعني استشهد في لندن، وكانت رحلته من فرنسا إلى لندن وقبلها في يعني من إيران، ورجع إلى إيران واشترك في تظاهرات مصدق رحمة الله عليه إلى آخره. أحداث كانت يعني من يقرأ تاريخ هذا الرجل يحس أنه كان تاريخ يستحق أن يعني يدرس ويشاد بكتبه اللي كتبها. أنا الآن مشغول صار لي فترة في إعادة قراءة كتبه، يعني النباهة والاستحمار والاستعمار والاستحمار وكتاب الإسلام الصفوي والإسلام العلوي التشيع الصفوي والتشيع العلوي وبقية الكتابات حقيقة. بس هذا الكتاب اللي ذكرته أنا ما شايفه حقيقة. فاطمة اسمه؟ فاطمة، هي فاطمة. نعم. كتاب صغير. ما شايفه. تقدر تحصل من الإنترنت تحاول. هي ترجمة الأخت. فأنا أقول هذا الرجل مظلوم حقيقة، وهو استطاع أن يعني يحقق جماهيرية كبيرة في شباب إيران قبل انتصار الثورة. للأسف يعني بين الاستشهادة في لندن وبين انتصار الثورة كان عاميا، فهو رسم فد يعني تأثير كبير جدا في جمع الشباب في حسينية إرشاد في طهران، واستطاع أن يحقق يعني نقلة كبيرة في الوعي وأنا أعتقد أن هذا الرجل مظلوم ويستحق أن يسلط الضوء على الوعي اللي أسسه هذا الرجل في تاريخنا، تاريخ التشيع والتاريخ الإسلامي. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشكلة. في شغلتين سريعتين. الأخ ماهر تفضل. شلون بيتكلم؟ تفضل أستاذ ماهر. ماهر. ها؟ ماهر. إيش إيش إيش؟ ماهر. ماهر. الأخت يعني. تفضلي أخت ماهر إذا موجودة. تقدر تتكلم؟ افتح المايك. اسمع. افتح المايك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أشكر استضافتكم للأخت هاجر على يعني طرحها اللطيف بالنسبة للكتاب. أنا من محبي كتابات شريعتي ودائما أرى أفكار يعني كثير من عندها لطيفة، والاختلاف لا يعني يفسد الود قضية بالنسبة لنا. ولكن أنا عندي طرح، عندي بس نقطة بالنسبة لأخواننا كثير من عندهم أكدوا على أنه اللي أنا هاي أوافق بها أوافق بها شريعتي، وحتى أنا بالنسبة لي شفتها يعني في حياتي، أنه إحنا دائما نركز على العاطفة في ولائنا وحبنا لأهل البيت. صحيح هي الروايات تقول هكذا شيء، بس بالعكس الروايات تقول أكثر أنه اتباع سلوكي. حتى يعني عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مضمون الآية القرآنية لا أسألكم إلا المودة في القربى، المودة هي اتباع سلوكي، هي ليس فقط حب. الإنسان عندما يحب شخص يبدأ يتبعه سلوكياً، إذا هذا الشخص يترجم هذا الحب بالاتباع لهذا الشخص. لذلك الرسول قال أسألكم عليه إلا المودة في القربى، يعني تتبعوا أهل بيتي. وهذا نرى في كثير من أقوال الأئمة، مثل الإمام باقر عليه السلام له قول مشهور: والله ما معنا من الله براءة، ولا بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجة، ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة. فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصيا لله لن تنفعه ولايتنا، ويحكم لا تختروا، ويحكم لا تختروا. حقيقة احنا لازم نركز على هذا الشيء، حتى احنا اتباعنا للرسول صلى الله وسلامه عليه ولفاطمة سلام الله عليه وللأئمة جميعا و يعني أصحاب أهل البيت يكون اتباع سلوكي، وبهذا ننهض بالإسلام وبمذهبنا إلى درجات عليا أفضل. وهذا اللي يبدو أعتقد أنا في نظري هذا اللي يبدو يريد الرسول صلى الله وسلامه عليه والأئمة. أعتذر لطالب. شكرا جزيلا. آخر ملاحظة في من عندنا على الزوم. شكرا لك على التطرق
عن السيدة فاطمة من وجهة نظر على شريعتي، فهل صحيح مستشفيت من قراءتك للكاتب أن العاطفة هي ما تقودنا لحبها من كسر ضلعها؟ شبه تفضل يا طيب. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. أنا طبعا باختصار شديد الأخ عباس، أكيد أنا أتصور دعوة علي شريعتي هي هذه، يعني علي شريعتي يقول خلي نخرج فاطمة عليه السلام من هذه الصورة إلى الصورة الأعمق والأشمل والأكثر حضورا يعني في الحياة العملية للناس. لكن أنا ملاحظتي أنه بالواقع يعني لا يفعل ذلك كثيرا في الكتاب، يعود إلى العاطفة مع فاطمة، وهذا ليس مستنكرا طبعا، لكن المهمة ما زالت قائمة. وأنا كما بدأت يعني بالحديث قلت أنا على الأقل رصدت 150 كتاب، عن منهم كتاب طبعا السيوطي فضل الله، محمد حسين فضل الله، آخرين كبار العقاد على سبيل المثال، كثير من الكتب عن فاطمة الزهراء بها جوانب مضيئة ورائعة وجميلة، وممكن يعني تبنيها كملامح لنموذج قابل للتبني في عصرنا هذا. لكن أنا أيضا في البداية قلت الصورة في المخيال الجمعي اللي نشأنا عليه إحنا كشيعة، يعني الحسينيات والمساجد والعوائل هي هذه، وكتاب علي شريعته ودعوة للخروج عن هذه الصورة. شكرا لكل الملاحظات طبعا، وأكيد بلا شك هذا الدكتور علي شريعته قامة كبيرة، وكما قلت أنا أتصور قراءته من داخل عدسة زمنه وعصره يعني مفيد أكثر، وأيضا وضعه في ضمن يعني كحلقة في صيرورة فهمنا لنفسنا ولتاريخنا ولنهضتنا كمسلمين أيضا مفيد أكثر. الفقرة اللي تخص الحجاب أنا رجعت أقرأها، راح أقرأها لأنها فعلا مهمة. يقول في كتابه كم هو واسع هذا المجال الذي يهيئونه للاستعمار كي يقف فيه هاتفا بنا بالمرأة لتتحرري، يجي الحوار ممن ومن أي شيء، لا تسألي من أي شيء، إنك تختنقين لا شيء لديك، أنت محرومة، تحرري من كل شيء. والراقد تحت أثقل الأحمال والأوزان يوشك أن يختنق، لا يفكر إلا بالخلاص والنهوض من تحت هذا الضغط، لا بكيفية الخلاص وكيفية النهوض. تتحرر المرأة ولكن لا بالكتاب والعلم والثقافة والوعي وارتفاع مستوى الإدراك والرؤية، بل بالمقص، بقص الحجاب وخلعه، وتصبح المرأة مثقفة دفعة واحدة. فيعني لما قرأتها الحقيقة قلت يعني كأنه يتحدث عن عصرنا الآن. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك. شكرا جزيلا لأخت هاجر على هذه الإطلالة السريعة على كتاب فاطمة هي فاطمة للدكتور شريعتي. شكرا لكم على حسن إصغائكم. عندنا الآن قصيدة للشاعرة. ولك الحروف فأحسن التشبيه. قالوا هي الزهراء فلتصفيها، ولك الحروف فأحسن التشبيه. فطفقت أبحث في المعاجم علني، أجد الصفات فأجتلي ما فيها. بهت الكلام وقال لي متعجبا أنا نعوتا للتي تعنيها. أقول شمس والأفول مصيرها، ما الشمس إلا ظل من أفديها. أقول جوهرة فأبخس حقها، وجواهر الدنيا فدا قدميها. زهراء أزهر من سناها عالم، وتبسم الدنيا الوجود بفيها. مرحى فقد ولدت خديجة فاطما، خير الحجور وخير من يحويها. فهي المحدثة البتول، وإنها الإنسية الحوراء أم أبيها. هي آية التطهير أنزل وحيها، في بيتها الطهر الزكي وفيها. وهي المباهلة التي في حقها قال النبي نساءنا يعنيها. وكأنني إذ ذاك أرقب مشيها، أعباءة تلك التي تحويها. علم وقار عفة وتصبر لله در شمائل تحكيها. أو عندها جبريل كان ممره، في كل آي ربنا يوحيها. أو ذاك مسجدها تخال كأنه يتنفس التسبيح.
التسبيح والتنزيها. أوذاك جلد الكبش حيث صغارها ورحا تدور سنابلا تفريها. مهلا أحدقتم مليا ها هنا فلدى الكساء رواية يرويها. إذ كان آل الله يوما تحته فأتى الأمين برحمة يزجيها. صلى عليها الله في ملكوته وعلى أبيها بعلها وبنيها. عرفت جنان الله ذاك مقامها مذ جاء بالثمرات من يجنيها. ألفت ملائكة السماء دعاءها للجار قبل الدار كي تحصيها. حتى انبلاج الفجر في محرابها قد لامست حجب السماء بفيها. ما عاد سائلها بيوم خائبا وتقبل الصدقات إذ تعطيها. وقلادة تهدي وثوب زفافها وتزيد جودا عندما تخفيها. وتجود بالإفطار ثالث ليلة بعد اليتيم وصاحبيه. وفيها نزلت بهم آي الكتاب بشارة في هل أتى مدح أتى يطريها. هي محور الكون الذي يجري بها قطب الوجود يدور في مهديها. هي حسبها أن قيل سيدة النساء حسبي فخارا عند ذاك وتيها. هي حسبها أن قيل بنت محمد والله يجعل من يشاء وجيها. هي حسبها أن الأمير قرينها أكرم بسادات الجنان بنيها. هي حسبها أن الأئمة ولدها. هي حسبها أن قيل أم أبيها. والسلام عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. شكرا أخت سحر. شكرا للأخت هاجر على هذه المحاضرة. نشكركم جميعا. لكن هناك مقطع سريع تفضل شغلة. شكرا. شكرا. ليلة يعني مناسبة مولد الزهراء. كل الرجال أصغوا الآذان للنساء وما أجمل ما قدمنا من أدب ومن فكر. أحسنت. في إيران مولد الزهراء هو يوم المرأة. يوم المرأة عالمي. اليوم الأم. يوم العالمي للمرأة صح. بكرة يعني. في إيران مولد الزهراء هو يوم المرأة. Oh,
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم جزاكم الله خير. شكرا جزيلا Thank you.
Thank you.